بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم، الدرس الثاني من الفصل الرابع من الوحدة الثانية بعنوان مواطن في الماء. الماء يوجد في مواطن كثيرة على سطح الأرض، له أماكن كثيرة يوجد به. من هذه المواطن المحيط والبحر والبحيرة والنهر والبركة، أماكن يوجد بها الماء، وكل مكان يوجد به نباتات وحيوانات تعيش به أو تكون قريبة منه، تعيش في هذا الموطن أو قريبة من هذا الموطن. معظم أجزاء الأرض مغطى بالمياه، المياه تغطي نحو حوالي 3/4 الكرة الأرضية تقريبا. ما النباتات والحيوانات التي تعيش في موطن الماء؟ حسنت ابن الطالب، يوجد نباتات تعيش في الماء، منها ما يطفو على سطح الماء ومنها ما يوجد مغمورا تحت سطح الماء. من النباتات التي توجد في الماء أو تطفو على سطح الماء نبات ورد النيل ونبات اللوتس، ولكن هناك نباتات كثيرة توجد مغمورة تحت سطح الماء، منها الإيديا، وفي المحيط توجد نباتات كثيرة منها عشب البحر والطحالب البحرية والحشائش البحرية والطحالب الحمراء. أما الحيوانات فكثيرة، تختلف من مكان إلى آخر على سطح الأرض. فالحيوانات، من الحيوانات تعيش في الماء الحيتان والدلافين والأسماك بأنواعها المختلفة، ويوجد ويعيش بالقرب من المياه طيور وحيوانات كثيرة تعيش بالقرب من الماء، منها من الطيور التي تعيش بالقرب من الماء وخاصة التي تأكل الأسماك، طائر البجع وطائر مالك الحزين. توجد حيوانات كثيرة سوف نتعرف عليها خلال هذا الدرس. نشاط استقصائي، كيف تعيش النباتات والحيوانات في الماء؟ نحتاج إلى حوض به ماء، عدسة مكبرة، حصى، نبات، عدسة مكبرة ونبات وحصى وحوض شفاف وسمكة. نضع الحصى والنبات والماء والسمكة في الحوض. نحن علمنا سابقا أن الأسماك حيوانات تعيش في الماء، تتنفس عن طريق الخياشيم، تتحرك بالزعانف التي توجد على جسمها. لاحظ، انظر إلى السمكة بالعدسة المكبرة وتعرف كيف تساعد أجزاء جسمها على العيش في الماء. أحسنت ابن الطالب، للسمكة جسم انسيابي يمكنها من السباحة في الماء. يوجد على جسمها زعانف تساعدها على الحركة والسباحة في الماء، تتنفس داخل الماء عن طريق الخياشيم، والخياشيم فتحة خلف الرأس يدخل منها الماء ليساعد السمكة على التنفس. فالأسماك تتنفس عن طريق الخياشيم. هل تستطيع السمكة العيش خارج الماء ولماذا؟ فكر ابن الطالب، سمكة يتم استخراجها من الماء، هل تستطيع أن تعيش خارج الماء ولماذا؟ حسنت ابن الطالب، لا تستطيع، لأن ليس لها رئتين تتنفس بها خارج الماء. نبدأ بالموطن الأول وهو البحيرة. المياه ابن الطالب نوعان، مياه مالحة ومياه عذبة. المياه التي نشربها في المدرسة أو في المنزل مياه عذبة، أما المياه التي توجد في البحر والمحيط فهي مياه مالحة. البحيرة كما ترون أمامكم أبناء الطلاب موطن من مواطن المياه العذبة، تحيط بها اليابسة من جميع الجهات. أكرر، البحيرة موطن من مواطن المياه العذبة، تحيط بها اليابسة من جميع الجهات، حولها أعشاب وشجيرات، يعيش فيها أسماك، وبالقرب منها يعيش كثير من الطيور. من الطيور التي تعيش بالقرب من البحيرة طائر مالك الحزين، هذا الطائر يأكل الأسماك، فهذا الطائر يجد في البحيرة
الطعام والماء الذي يحتاج إليه. انظر ابن الطالب، انظر ابن الطالب إلى البحيرة، ما المخلوقات الحية التي تعيش في هذا الموطن؟ سانت ابن الطالب، يوجد حولها أعشاب وشجيرات، ويعيش بها أسماك، ويوجد بالقرب منها طيور كثيرة. تعيش النباتات والحيوانات معا في البحيرة، ويستفيد بعضها من بعض. تحصل الحيوانات على طعامها من النباتات التي تنمو في البحيرة، وتتخذها مأوى لها. كيف تساعد النباتات الحيوانات على العيش في البحيرة؟ ما فائدة النبات للحيوان على العيش في البحيرة؟ بعض الحيوانات تتغذى على النباتات، وبعضها الآخر تستخدم النبات مأوى لها. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي تجدها أمامك. يعيش هذا النوع من الأوز بالقرب من البحيرة. الأوز يسبح في الماء ويبيض بالقرب من البحيرة. هيا ابن الطالب نتعرف على الموطن الآخر من المواطن التي يوجد بها الماء، ألا وهو موطن المحيط. المحيط موطن واسع عميق من مواطن المياه المالحة. أكرر، المحيط موطن واسع عميق من مواطن المياه المالحة. يعيش فيه كثير من الثدييات والأسماك والنباتات، ويستفيد بعضها من بعض. أكرر، موطن واسع وعميق من مواطن المياه المالحة. يعيش فيه كثير من الثدييات والأسماك والنباتات. الثدييات مثل الحيتان والدلافين وخنزير البحر وقدم البحر والفقمة، حيوانات تلد وتربع صغارها وتعيش في مياه المحيط. أكرر، من الثدييات التي تعيش في مياه المحيط الحيتان والدلافين وخنزير البحر وكركدن البحر والفقمة. ويعيش أيضا في مياه المحيط الأسماك. الأسماك كثيرة، كثيرة العدد ومتنوعة. ويعيش أيضا في مياه المحيط نباتات، أغلبها يوجد على أعماق كبيرة في المحيط. من هذه النباتات التي تعيش في مياه المحيط عشب البحر، الطحالب البحرية، الحشائش البحرية، الطحالب الحمراء، نباتات تعيش في مياه المحيط. تستفيد الثدييات والأسماك والنباتات من بعضها البعض. المحيط أكبر المواطن على الأرض. حقيقة أن المحيط هو أكبر موطن موجود على سطح الأرض. انظر ابن الطالب إلى الدلفين، يعيش من الحيوانات التي تعيش في مياه المحيط. له جلد سميك يبقيه دافئا في المياه الباردة. أكرر، الدلفين من الحيوانات التي تعيش في مياه المحيط، وهو من الثدييات. له جلد دافئ يبقيه، أو يمكنه جلد سميك يبقيه دافئا في المياه الباردة. انظر ابن الطالب إلى السمكة، للسمكة ذيل وزعانف يساعدانها على السباحة في الماء. سمكة القرش أيضا من الأسماك التي تعيش في مياه المحيط. سمك القرش يتغذى على أسماك صغيرة تعيش في المحيط. في المحيطات حيوانات، منها الحيتان تأكل الأسماك، وفيها حيوانات أخرى تأكل النباتات. يبقى أيضا من الأسماك التي تعيش في مياه المحيط أسماك القرش، وهي سمكة مفترسة قوية. السؤال هنا، فيما تتشابه حيوانات المحيط وفيما تختلف؟ فيما تتشابه حيوانات المحيط وفيما تختلف؟ حيوانات المحيط منها ما يلد ويربع صغاره كالحيتان والدلافين، ومنها ما لم يلد، ومنها ما لا يلمس أسماك القرش. هذه الأسماك معظمها له جلد سميك يبقيها دافئة في المياه الباردة. الاختلاف بينها، بعض هذه الأسماك أو بعض هذه الحيوانات تعيش بالقرب من سطح المحيط، وبعضها يعيش في القاع
منها ما يأكل الأسماك ومنها ما يأكل النباتات. أفكر وتحدث. أصف سؤال الأول الفكرة الرئيسية والتفاصيل. أصف موطن البحيرة. البحيرة كما تحدثنا سابقا موطن من مواطن المياه العذبة تحيط بها اليابسة من جميع الجهات. يوجد حولها أعشاب وشجيرات أو بها أعشاب وشجيرات وطيور وأسماك. يبقى البحيرة موطن من مواطن المياه العذبة تحيط بها اليابسة من جميع الجهات، يعيش بها كثير من الطيور والأسماك والأعشاب والشجيرات. سؤال الرئيسي. سؤال الثاني، ما الذي يعيش في موطن الماء؟ تحدثنا سابقا عن البحيرة والمحيط. البحيرة يكثر بها الطيور ومنها طائر مالك الحزين. أما المحيط يعيش به كثير من الحيوانات منها الحيتان والدلافين والفقمة وكثير من الأسماك مثل سمكة القرش. يوجد في البحيرة أعشاب وشجيرات، وفي المحيط أيضا يوجد نباتات كثيرة منها الحشائش البحرية والطحالب البحرية. العلوم والرياضيات. أعد الأرجل. تختلف الحيوانات في عدد الأرجل. انظر ابن الطالب إلى السلحفاء، كم عدد أرجل السلحفاء؟ أحسنت ابن الطالب، 4 أرجل. كم عدد أرجل العنكبوت؟ 8 أرجل. كم عدد أرجل طائر البجع؟ 2 رجلان. كم عدد أرجل الخنفساء؟ 6 أرجل. فالحيوانات منها ما له رجلان، ومنها ما له 4، ومنها ما له 6 أرجل، ومنها ما له 8 أرجل. أرتب الحيوانات بحسب أعداد أرجلها من الأقل إلى الأكثر. طائر البجع رجلان، السلحفاة 4 أرجل، القنفساء 6 أرجل، العنكبوت 8 أرجل. شكرا لكم أبناء الطلاب، وإلى اللقاء في درس جديد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.